حياكم الله أحبتي المشاهدين. في كل عام تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأيضا يبدو المواطن يدعو الحكومة والجهات الرسمية والمعنية بهذا الموضوع بأنه تنفذ وعودها بما يخص أنه تخفيض الأسعار والسيطرة على السوق والمحال التجارية بما يخص أسعار المواد الغذائية وغيرها. إذا بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش موضوع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، وأيضا هل ستكون هناك سيطرة على الأسواق، هل وزارة التجارة ستنفذ وعودها بما يخص رفض السوق بالمواد الغذائية اللي يحتاجها المواطن العراقي، وهل هناك فرق تفتيشية للمحال حتى يتم السيطرة على هذا الموضوع أم لا. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها، لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير راجعين. يتميز شهر رمضان لدى العراقيين بطقوس خاصة، فمع بداية شهر رمضان المبارك يقبل الأهالي بشكل عام إلى الأسواق لشراء مقتنيات المائدة الرمضانية، وعلى العادة شهدت المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا بأسعارها لتثقل بدورها كاهل أصحاب الدخل المحدود. وعلى الرغم من امتلاء الأسواق بمختلف السلع الغذائية، إلا أن العديد من المواطنين لا يتمكنون من شراء كل ما يريدون بسبب ارتفاع الأسعار، مما خلق أزمة وحالة تذمر في الشارع العراقي. يعزو التجار هذا الارتفاع على زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وفي المقابل يطالب مواطنون وذوي الدخل المحدود والمتوسط بردع التجار الذين يستغلون شهر رمضان لرفع قيمة السلع الضرورية، حيث أعلنت وزارة التجارة العراقية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمتابعة الأسواق من خلال فرق جوالة للحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأمين جميع مفردات السلة الغذائية. وحسب مختصين، على الحكومة العراقية أن تتخذ عدداً من الإجراءات لدعم الأسر الأكثر تضرراً في المجتمع من خلال تجديد الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان. إذن مشاهدينا الأكارم، بعد ما رجعنا من التقرير طبعاً لشهر رمضان الفضيل كسائر بلاد المسلمين إلى طعمه الخاص، إلى رونقه الخاص، إلى استعداداته الخاصة بما يخص تجهيز المنازل، تزيينها، تجهيز قوائم الفطور والسحور، يعني تبدأ العوائل العراقية تجتمع فيما بينها يبدون يجهزون احتياجاتهم المنزلية وأيضاً احتياجاتهم من المواد الغذائية كفطور وسحور وغيرها من الأمور. طبعا من الأشياء اللي ملفتة للنظر واللي حقيقة يقابلها مع هذا الاستعداد الكبير، أكو شغلة ثانية اللي هي تزعج المواطنين، أنه تبدي أسعار المواد الغذائية وأي شيء يخص شهر رمضان حتى كأشياء زينة وغيرها أنه تبتدي ترتفع مع يعني قرب حلول هذا الشهر الفضيل، وتبدي الأسعار كلها تتغير، تبدي المواد الغذائية أسعارها يعني تكون مختلفة عن باقي الأيام والأشهر العادية، وتبدي المواطن ويبدي المواطن طبعا أنه هو يتذمر من هذا الموضوع بسبب هذا الارتفاع الكبير. ليش؟ أننا إذا جينا وبحثنا بهذا الموضوع أنه يابا ليش هذا المادة الغذائية سعرها متغير؟ ليش أنه أسعار مرتفعة؟ المشكلة وين؟ المشكلة أنه شخص يلقى اللوم على شخص آخر، يعني صاحب المحل يقول لك والله الذنب مو ذنبي، الذنب هو ذنب التاجر، التاجر من تروح تسأله يقول لك والله الصوت شو الحكومة لأن هناك ارتفاع وهناك ضريبة وهناك ارتفاع بأسعار الدولار وغيرها، وتبدي هذه الأقاويل تتداول بين المواطن وصاحب المحل والتاجر وغيرها من الأمور. والحقيقة أنه المشكلة الأكبر هو المواطن نفسه. ليش؟ لأن حقيقة أغلب المواطنين يستعدون لهذا الشهر كأنما ويعني يتسوقون بهذا الشهر كأنما خلاص انتهى، المحل راح انه تغلق، المطاعم تغلق، ماكو أي يعني كمواد غذائية وغيرها من الأمور، يعني يبدي المواطن يتبضع هذه الأمور والمواد بصورة مفرطة، بصورة انه يعني يجهز مو مال الشهر، يجهز مال فد 4 أشهر اللي قدام. بالتالي هذا ساعد وهذا شجع أصحاب المحل والتجار أنه يكونون البعض حقيقة جشعين بما يخص استغلال المواطنين واستغلال هذه الفترة،
من المفترض انه هاي تكون فترة هي لمساعدة الاخر، لكن للأسف انه بهذه الامور يبدي المواطن انه يجهزها، التاجر اكيد راح يكون له ردة فعل. بهذه السنة اصبح الموضوع نوعا ما مختلف، شلون؟ انه بدأت العوائل العراقية تجهز امورها قبل شهر رمضان، يعني قبل بشهر تبدي تسوق الرز، مثلا العدس، الفاصولية، ذني الأشياء اللي قابلة للتخزين بصورة يعني طويلة يقدرون إن هم يحافظون عليها بطريقة معينة، بالتالي إنه يتوضعوها بطريقة معينة حتى يقدرون إنه يتفادون موضوع ارتفاع الأسعار. لكن للأسف أيضا أصحاب المحال كانوا ذكيين ونبيهين بما يخص هذا الموضوع، وأيضا بدأوا يرفعون الأسعار حتى شنو؟ حتى يكون اكو توازن، يقول لك والله أنا قبل شهر رمضان هذا سعري وهذا الموضوع موجود. بالتالي احنا محتاجين انه تكون هناك يعني حقيقة رقابة صارمة وحقيقية على كل شخص يبدي يستغل هذا الشهر، يبدي يستغله بصورة ويعني تكون خاطئة وتكون هي مو لصالح المواطن، لأن أغلب المواطنين طبقتهم تكون هي الطبقة الفقيرة والوسطى، ما عندهم إمكانية أنهم يجهزون لشهر رمضان مثل باقي العوائل الميسورة. طبعا شهر رمضان هو شهر الخير وشهر الصوم وشهر العبادة وشهر التدبير والاقتصاد، لكن هناك شريحة من المجتمع، البعض طبعا بدأت تهتم بالمظاهر أكثر من هدف شهر رمضان اللي هو قائم عليه، وشهر الخير ومساعدة الآخرين وتوفير كل احتياجات المواطنين. بدأت هذه الشريحة يعني البعض تهتم بتوفير السلع والمواد الغذائية وغيرها من الأمور، وتسبب أزمة في السوق وللعوائل الفقيرة اللي هي معتمدة على قوتها اليومي، معتمدة أنه هي شلون توفر احتياجاتها اليومية، وبارتفاع هذه الأسعار أكيد أثر تأثير كبير ومباشر على الطبقة الفقيرة واللي هي الطبقة اللي مثل ما ذكرنا معتمدة على قوتها اليومي. لكن نفس الوقت احنا نقول ليش لا ما يكون شهر رمضان حالة حال اي شهر عادي نقدر انه احنا نتبضع من خلاله، نقدر يعني مثلا كل يومين ثلاثة نقدر نروح للسوق، نقدر نجيب احتياجاتنا، لأن كل الأشياء والاحتياجات هي متوفرة، هي هو شهر حالة حال أي شهر. لكن اللي يميزه شهر هو خير وهو مساعدة الآخرين، استغلاله وبالعبادة وغيرها من الأمور أكثر من توفير هذه الأمور وتكديس تكدس في المنازل وتتعرض أغلب المواد تتعرض للتلف، وبالتالي راح يكون هدر بالمواد، وهذا مثل ما ناقشناه بحلقات سابقة من برنامج ليش لا، هدر الطعام، ويعني هذا راح يأثر بصورة كبيرة، وتبذير أيضا بما يخص المواد والطعام وغيرها من الأمور. الحقيقة مثل ما قلنا شريحة تهتم بالتسوق، وشريحة أخرى هي شريحة الفقراء تبدي تبحث عن ما توفره وزارة التجارة، ما موجود في السلة الغذائية والبطاقة التموينية، وتبدي تبحث يا بي شنو راح توفرون، ما سمعتوا خبر، شنو الأمور الموجودة إن شاء الله بهذه السلة الرمضانية، هل ستوزع بالوقت المحدد، هل ستوزع قبل شهر رمضان أم بعد شهر رمضان، هل إحنا يعني نستغلها أو نستفاد منها بهذا الشهر، شنو الأشياء اللي ممكن انضافت، يعني تفاصيل كثيرة تبدي تبحث بها عوائلنا الفقيرة، وهي اللي فعلا محتاجة لمثل هكذا أمور تكون مبادرات. والحقيقة كان دور وزارة التجارة فعال بهذا الموضوع، وبدأت أنه تعلن عن موضوع أنه إحنا راح نسيطر على السوق، راح نرفد السوق بما يحتاجه حتى نقدر نسيطر على الأسعار، وبالتالي ستوزع السلة الغذائية بموعدها، وهذا أكيد بمبادرة الحكومة، حكومتنا إن شاء الله يعني نشوف أنه هناك مبادرات كثيرة وكثيرة، ومن ضمنها مبادرة شهر رمضان أنه بتوفير السلة الغذائية، وإن شاء الله تكون هي لكل العوائل والعوائل المحتاجة أكيد، وتكون بها مواد يحتاجها كل مواطن والأسر اللي موجودة، وستغطي جميع موجودين في البلاد. وحقيقة هذا الموضوع
يعني يحق انه احنا نطرحه، وبالتالي نطمئن عوائلنا، وبنفس الوقت نريد احنا وياكم نعرف هل هناك استعدادات اخرى من قبل وزارة التجارة لهذا الموضوع، هل هناك فرق جوالة، لان حسب ما سمعنا انه هناك فرق انه تكون بزي مدني تراقب الاسواق وتسيطر على الاسواق، ونوعا ما شهدنا بعض الاسواق بدات تلتزم بهذه التعليمات وبدات تضع اعلانات انه هي ملتزمه بتوجيهات وزاره التجاره والحكومه. فتعالوا احنا وياكم نسال وزاره التجاره شنو هي استعداداتها، شنو اللي راح توفره، شنو الامور اللي راح ترفد بها السوق بما يخص احتياجات المواطنين. شوفوا جواب احنا وياكم وراجعين. وزارة التجارة تقوم بمتابعة السوق المحلية من خلال دائرة الرقابة التجارية والمالية في هذه الوزارة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية متمثلة بالأمن الاقتصادي ودائرة الجريمة المنظمة، حيث تنتشر بشكل يومي بالأسواق المحلية متابعة الأسعار والنوعيات والمناشئ، تم ضبط حالات عديدة من المخالفات منها غش صناعي وغش تجاري، وكذلك ارتفاع الأسعار انتهاء المواد صلاحيتها. اتخذت الإجراءات القانونية بأصحاب هذه المحال. حقيقة اللحوم ومحلات الجزارة اللي منتشرة في بغداد والمحافظات، أيضا دائرة رقابة التجارة المالية تتابع هذا الموضوع بشكل يومي برفقة هذه الأجهزة الأمنية، حيث تتابع الأسعار ونوعيات ومناشئ هذه اللحوم. لوحظ هناك انخفاض بالوقت الحالي طفيف بأسعار اللحوم، وكذلك تتم المعالجة من خلال بيع اللحوم في منافذ البيع التسويقية التابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، وفرق جوالة تقوم ببيع المواد الغذائية ومنها اللحوم في المناطق داخل المدن في بغداد والمحافظات. الاستعدادات شهر رمضان المبارك، انه تم الانتهاء من تجهيز السلة الغذائية الاولى في هذا العام، وستنطلق السلة الغذائية الثانية خلال هذه الفترة وقبل شهر رمضان، بالاضافة ان تكون معها الحصة الرمضانية الاضافية، واللي إن شاء الله راح توصل للمواطن بفترات قريبة قبل حلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله. طبعا أبرز ما يميز شهر رمضان المبارك في العراق عن باقي دول العالم أنه يعزز مفهوم التعاون، مفهوم الصدقة، مفهوم المحبة، مفهوم مساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال إقامة موائد الإفطار بكل الأماكن العامة، بالمساجد نلاحظ يكون هناك إفطار مجاني لكل العوائل المحتاجة، واللي عوائل اللي فعلا تكون هي غير قادرة على تأمين فطورها وسحورها، يعني يكون هناك أجواء خاصة وأمور حقيقة تنم عن السعادة وتبعث السعادة لكل من يحتاج أنه يساعد الآخرين. وتبدي فرق تطوعية، لاحظ نشوف كل شخص يبدون يجمعون تبرعات، أي شخص يريد يساعد الآخرين يروح مؤسسة خيرية تكون موثوقة وتكون هي فعلا مؤسسة تساعد الآخرين وليس هدفها هدف آخر هي استغلال المواطن والأموال بأمور أخرى. لكن قبل، وهذه نصيحة لكل شخص يريد يساعد، أنه يبحث عن مؤسسة تكون هي حقيقية وتابعة لجهة ومرجعيتنا العظيمة حتى نقدر نثق بها ونقدر أنه احنا نأمن فلوسنا بها، وبالتالي نأمن أنه هذه المبالغ ستكون وتذهب للعائلة المحتاجة فعلا. وأيضا هناك لاحظ مثل ما ذكرت فرق تطوعية تبدي تجهز سلات غذائية وتبدي تتنقل وتذهب للعوائل، يعني بعض منها سيبدون يسوون جرد
للعوائل المحتاجة، وبعض الفرق والمنظمات يكون لها جدول ويكون هناك أسماء وقوائم يبدون يجهزوها حتى يقدرون يوفرون هذه السلات للعوائل المحتاجة. هذه نقطة اللي نوعا ما سببت أنه يكون سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، لأن مثل ما ذكرنا تبدي شراء المواد، يعني شراء مواد غذائية من قبل مثل الفرق، منظمات، مساجد، غيرها من الأمور، حتى يأمنون هذه السلات الغذائية وحتى يقومون بموائد الإفطار وتكون هي مجانا في الشوارع العامة والأماكن العامة. بالتالي هذا أيضا ساعد وشجع بعض الأشخاص اللي يكونون هم هدفهم الربح وغير أنه هدفهم أنه يستغلون هذا الشهر بالمساعدة وفعل الخير، أنه بدأوا يرفعون الأسعار، وكان هذا سبب من مثلا ارتفاع الرز، العدس، الفاصوليا، يعني غيرها من الأمور، العصائر، ويعني تفاصيل كثيرة والقائمة تطول حقيقة. فهذا الموضوع. لكن بنفس الوقت احنا ما نذكر أشياء سلبية، لكن هناك أشياء إيجابية، وهناك أسواق وهناك ماركتات كبيرة وعملاقة بدأت تسوي عروض على شهر رمضان المبارك. فعلا هؤلاء يستحقون الدعم، يستحقون أنه إحنا نذكرهم، ويستحقون أنه فعلا ينالون خير هذا الشهر، شهر رمضان المبارك. بالتالي بدأ يكون هناك منافسة بين الأسواق فيما بينهم بطرح العروض، وأي شخص محتاج، أي شخص تريدون تساعدوه، تعالوا أخذوا البضاعة تردوها بأسعار رمزية وبأسعار أقل من السعر الحقيقي والمفروض أنه هو ينباع. وهذا الشيء يعني حقيقة ينم عن هناك ناس خيرين، وهناك ناس فعلا يحبون فعل الخير، وهناك ناس فعلا انه يحاولون ينالون يعني خير هذا الشهر. واحنا مثل ما ذكرنا هو شهر التضحية وشهر فعل الخير وشهر يعني مساعدة الفقراء والصدقة، وهذا الموضوع حقيقة. واحنا نعرف بالعراق يختلف جذريا عن باقي دول العالم بما يخص المساعدة وتأمين احتياجات كل شخص محتاج. نتأمل خير إن شاء الله، ونسعى من الآن بتقديم المساعدة، ونشوف شنو الأشياء اللي إحنا نقدر نساعدها، وأي شخص حالته ميسورة يقدر يساعد. مثل ما ذكرنا النصيحة أنه يجب نبحث عن الناس الحقيقيين اللي يوصلون مبلغك ومساعدتك بالجهة المعنية والمحتاجة فعلا، وحتى النار خير هذا الشهر، وإن شاء الله يعني هذا يكون في ميزان حسناتكم. من ضمن الاستعدادات اللي نناقشها بحلقتنا لهذا اليوم لشهر رمضان هو الالتزام بتعاليم وقدسية شهر رمضان الفضيل بكل معنى. يعني بعض الأشخاص يكونون هم غير قادرين على الصوم، ممكن يكون هو مريض، ممكن عنده أمراض مزمنة، ممكن الصوم يأثر على صحته، ممكن يكون هو عامل وعمل شاق، ممكن أنه هو يعني ما يقدر يتحمل الصوم ويعني يأثر على صحته سلبا. بالتالي أكو أشخاص يكونون هم ممنوعين من الصوم ويأثر عليهم مثل ما ذكرنا. لكن الأشياء السلبية اللي بدأنا نشهدها آخر سنوات بما يخص الصوم، إنه الأشخاص اللي غير قادرين على الصوم يبدون يجاهرون بالإفطار، ويكون هناك مجاهرة بالإفطار، ويكون هناك إفطار علني. وإحنا نعرف هذا الموضوع هو جدا حساس. هذا الشهر شهر فضيل، إحنا نلتزم بكل تعاليمه، تعاليم شهر رمضان، إنه إحنا من إذا فطرنا أو هناك يعني عذر يمنعنا إنه إحنا نصوم، بالتالي ما يصير إنه إحنا نعلن هذا الإفطار للعلن ومقابل أي شخص إنه هو صائم. بالتالي هذا خطأ، وهذا ليس من آداب شهر رمضان وآداب الصوم. حقيقة هذا الموضوع بدأ يأثر، يعني يقول لك وأنا إيش علي، وأنا ما لي دخل، وأنا عادي آكل وصايم روح بغير مكان، وكأنما أنه هو مسوي الشيء دي يتفاخر به. بالتالي المفروض أي شخص صائم، الشخص الصائم ما يعلم به أنه هو فاطر أم لا. يعني إذا أنت ما قدرت تصوم وأنت مريض أو غيرها من الأمور، تقدر تشرب ماء، تقدر تأكل، تقدر تسوي الشيء اللي تحتاجه أو محتاج تسوي، وتأكل الأشياء اللي تحتاجها، لكن بعيدا عن الناس وبعيدا عن هذه الأجواء الرمضانية والأجواء اللي ممكن هي تأثر سلبا على الصائم. فنصيحتنا لكل شخص أنه هو يلتزم بتعاليم شهر رمضان. وأيضا من الأمور اللي نشاهدها حقيقة، البعض بعض المطاعم مثلا نلاحظ هناك تكون ستارة على المطعم حتى ما يكون هناك الطعام معروض أمام الصائم، وبالتالي ملتزمين ببعض التعاليم. وحقيقة هذا الموضوع لازم
يبدي من المدارس. احنا جيلنا جيل القادم جيل هذا ما يهتم بتعاليم بعض الامور اللي هي لازم يلتزم بيها سواء رمضان وغير رمضان. اكو بعض الامور يجب ان ننوه عنها، واكو اشياء سلبيه كثيره. هذا منين تبدي معالجتها؟ تبدي معالجتها من الاطفال، لان هذا جيل قادم يجب نوعيه، يبدي من المدارس، يبدي من المعلمات الاسلاميه وغيرها، يبدي انه من التربيه، تبدي انه تفهم اطفالنا انه هذا خطا، هذا عليه انه هو انت من تبدي تجاهر وتبدي تفطر علني وتبدي غيرها من الامور، هذه لها سلبيات كثيره تاثر عليك وتاثر على غيرك. بالتالي محتاجين انه نوجه جيلنا القادم، محتاجين عوائلنا، محتاجين امهاتنا توجه اطفالها اولادها او اي شخص هو غير قادر على الصوم انه تفهمه بهذه الامور وبهذه السلبيات اللي ممكن تاثر. بالتالي من الامور الاخرى انه احنا نشوف كل دول العالم اكو شخص انه هو يقول لك انا ما اقدر اصوم وهو يفطر، لكن الامور اللي عملت بها بعض دول العالم وكل دوله لها عقوبتها خاصه، يعني فرضوا عقوبات على كل شخص يكون هناك مجاهره بالافطار. يعني ممكن تكون غرامه ماليه، ممكن تكون حبس، ممكن شهر، ممكن شهرين، ممكن اسبوعا، يعني حسب كل دوله عقوبتها اللي مخصصتها بما يخص هذا الموضوع. فاحنا شو محتاجين؟ محتاجين انه نوعي جيلنا، وان شاء الله جيلنا قادم خير، وانه يسمع ويعني يبدي يكون له مفاهيم خاصة، واحنا نعزز هذه المفاهيم بالمفاهيم الايجابية والصحيحة حتى نقدر نقضي على هذه الظاهرة. وايضا من الامور الاخرى اللي يجب ان نذكرها انه احنا ديننا دين اسلامي، فعلينا ان احنا نلتزم بتعاليمنا الاسلامية. فتعالوا احنا وياكم نعرف من صاحب الاختصاص انه على ماذا يدل موضوع المجاهرة بالافطار، وما هي الحلول حتى نقضي على هذه الظاهرة. شو نجاوب احنا وياكم وراجعين. عن امير المؤمنين عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه واله خطبنا ذات يوم فقال: ايها الناس، قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة. وهنا أتوقف فأقول: والبركة الإلهية لها معان كثيرة، ومنها أولا أن معنى البركة هو انفتاح أبواب السماء على عباده لينهلوا من رحمته التي لا تحد بحد، فهي مطلقة، كما أنه سبحانه مطلق لا حد له. ولذلك فكلما ازداد العبد قربا إليه كلما كان شمول الرحمة له أكثر فأكثر. ثانيا، والبركة معناها نزول الخيرات وكثرة النعم، وكل ما يسعد الإنسان ويتمناه من ربه الرحيم الكريم. وهنالك معنى آخر للبركة، فهي معناها شمول العبد بغفرانه، خصوصا إذا كان عمله لربه العظيم بنية صادقة وقلب منكسر، وخصوصا في هذا الشهر الكريم، شهر الله العظيم، شهر رمضان المبارك. والبركة أيضا من معانيها هو إقبال العليم القدير على عبده كلما أقبل العبد على ربه. والبركة أيضا في هذا الشهر الكريم المبارك معناها أن يوفق الإنسان لصيامه وقيامه في لياليه وأيامه. ولذلك فإن الله تعالى يمتحن العبد في أن يحرم عليه في نهار هذا الشهر ما يلي: أولا الامتناع عن الأكل والشرب، وطبيعة الحال لا فرق في ذلك بين الكثير وبين القليل، فالأكل والشرب في نهار هذا الشهر لا يجوز للإنسان أن يتناوله مطلقا. ثانيا أن يتعمد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام،
بأن ينقل خبرا عنهم هو لم يرد عنهم، فهذا التعمد في الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين من المبطل ومن المحرمات، ولذلك فلقد نهى الله عنه. والأحوط الأولى، وأيضا يضاف الاستحباب لا على نحو الوجوب، إلحاق يعني الكذب على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وكذلك سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام، الكذب عليهم الأحوط الاستحباب، هذا يكون ممتنعا ويؤثر على الصوم لكن لا يبطل الصوم. المورد الرابع الذي يجب أن يمتنع عنه الإنسان هو تعمد الجماع الموجب للجنابة بين الزوجة أو غيرها، وطبيعة الحال إذا كان مع الزوجة فله حكم، وإذا كان من الحرام فعليه حكم آخر، حيث يجمع الكفارات الثلاث التي سيأتي ذكرها. أيضا من المحرمات في هذا الشهر هو الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك، يعني حينما يعلم أن الإنسان مثلا حينما يقوم بعملية مداعبة أعضائه الجنسية أو بتقبيل زوجته أو ملامسة بعض أعضائها، هذا يوجب الاستمناء أي خروج المني، فإن هذا يكون مبطلا ومحرما على الإنسان ومبطلا للصوم وعليه كفارة. وهنا أيضا هنالك موارد أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. إذا أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لليوم يجب أن نركز بعض النقاط المهمة اللي توصلناها بنهاية الحلقة. أولا، على الجميع أن يعني يبتعد عن هوس الشراء المفرط والشراء الغير مبرر. خلينا نعتبر شهر رمضان حالة حال أي شهر، يعني أي شيء تحتاجه ترى هو موجود بشهر رمضان، موجود بأيام شهر رمضان، مواد غذائية وغيرها من الاحتياجات المنزلية. وثانيا، علينا انه نبتعد عن ظاهرة نشر موائد الافطار اللي تكون هي مفرطة وبيكون طعام بكثرة، لان حقيقة هناك عوائل فقيرة محتاجة للقمة العيش، محتاجة انه احنا نوفر لها احتياجاتها، بالاضافة انه احنا علينا ان نساعد العوائل الفقيرة ونبحث عن الاشخاص الحقيقيين حتى نقدم لهم المساعدة، واكيد جزاكم الله الف خير. وثالثا، علينا انه يعني نتبع نظام غذائي صحي، لان احنا نعرف بشهر رمضان بعض الامور عندنا والصحية تتخربط، فعلينا انه نتبع نظام غذائي صحي حتى نحافظ على صحتنا وصحة الجميع. اذا احبتي المشاهدين، نتمنى شهر رمضان هو شهر خير وبركة على الجميع وعلى الامة الاسلامية اجمع. اذا بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، التقيكم الاسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع اخر، الى اللقاء.